هذا اللي طالع على الشاشة حاليا، هذا هو المجرم اللي يصير عبد حمود، إذا تتذكرون الشهير عبد حمود يصير عم هذا. هذا أحد الجزارين المجزرة. هسا أنتم بكت فلوس العراقيين وكتلتوا ويتمتوا نص أطفالهم، شافونا شاركم وروح العمال السعودية تونسوا بهاي الفلوس لو ما تعرفون، إلا تنامون على صراخ المساجين وما ترتاحون إلا تشمون ريحة الدم اللي ما تفارق خشومكم. عجيب أمر هاي العشيرة، بحيث القتل والنهب والتعذيب يمشي بدمهم. إن اللي كانوا يقومون بهذه العملية على الشط هم من أقرباء الرئيس السابق صدام حسين، وكبير المجرمين في هذه القضية هو ابن سبعاوي إبراهيم. عبد الله ياسر سبعاوي الناصري حفيد سبعاوي شقيق الرئيس صدام حسين، المتورط بجريمة سبايكر في تكريت. للمطلوب عبد الله ياسر سبعاوي حفيد سبعاوي الحسن شقيق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين المتهم بجريمة سبايكر في تكريت. شوفوا هم هذول العصابة، باكو ابن سبعاوي وابن مزاحم عبد الله المحمود، أعتقد على ما أعتقد اسمه صقر، وأكو واحد اسمه بيبش العجيلي، يعني واحد جد سبعاوي وعم صدام عزمت معي الطيار. تصور حفيد سبعاوي، حفيد سبعاوي اللي بعده هاك بيراته على قولة علي كيمياوي، وهالقد مسوي جرائم وهالقد كانت الناس أبرياء يسووا راسه وراس الخلفة، لعد أبوه وجده وعمامه وخواله شقد عذبوا وشقد عدموا ناس وشقد اختصبوا نساء عراقيات. والمصيبة وين ما تشوفهم يحكون بالإقصاء والتهميش والمظلومية، بحيث اللي يسمعهم من صدق يستخطيهم وينقهر عليهم. ده هذا ما أدري ليش ويانا هل، بس وحق ربك ما تضيع لنا حقوق. سكواد سني وشيعي شكلنا اليوم، الطيارة وانترست عرب وين تروح؟ البساحة ينزل يطلع بلي هدوم. خوانته ما خليت شي بنفسك، وماكو فاينة ما مشيت بيها وبديت بيها طبل البعث وإنجازات هدلة كارتونية، رجعت للقاعدة اللي تمجد بيهم وتحي انتصاراتهم، وراها صرت البوكشي مال ثوار العشار اللي هم نفسهم داعش، وراها ظليت تمسح اشتاف أبو مازن وخميس الخنجر. مو بشر تقول للأرنب الذكر. بس من شفت هذا التطفر ما يجيب جزر، رجعت التشرين وظليت توز بشبابنا وتحرض بيهم لحد ما ورطتهم وضيعت شبابهم، وانت بتركيا وهسه جاني تريد تنزع وتذب هدومك. سولف لي والله شنو جديدك هالمره؟ البدايه ستكون بعد نهايه زياره الأربعين، يعني يوم 17 في هذا الشهر تبدا التعبئه الشعبيه للتحشيد لذكرى ثوره تشرين. يا تشرين يا اوخ حرامات مو يمك الا كان قلت لك يا بدن جع. يا تشرين تقصد تشرين اللي ابطالها مطلوبين للقضاء بتهم فساد وسرقه المال العام من الكاظمي المشرق عباس الكاظم السهلاني. يا حراميه يا ولد الكلب. هسه تقول لي ذولا وثوره تشرين شنو؟ اوكي اجي وياك، بيش ترجع الثوره ومن يدعمها اذا هم حتى الاعلاميين اللي كانوا يدعموها معنويا والناشطين والفنانين ماديا اختفوا واختفت وياهم برامج الريد وطن وبلد الشباب ونازل اخذ حقي.